عيد الفطر على الأطباق، والجميع الآن عم بيحاول يحضر حاله للعيد. من ضمن الأمور اللي بإمكاننا نجهزها للعيد هي لفة هدايا مميزة. زي ما أنتم ملاحظين أمامنا، أحضرنا علبة شوكولاتة أو ممكن تكون أي هدية بنختارها، أيضاً إلى مجموعة من الريبونات مثل الريبون الأحمر العريض، وممكن نختاره بأقل عرض حسب حجم الهدية اللي راح نلفها. أيضاً في عندي نوع آخر من الريبونات وهو على لون فضي وعليه بعض الأشكال الجميلة، وهي عبارة عن دوائر مختلفة الأحجام. أيضاً اخترنا اليوم ورقة لف هدايا باللون الأبيض. طبعاً مثل ما أنتم ملاحظين ممتاز هذا النوع من الأوراق بوجود نترات أو وجود زخارف صغيرة وعشوائية عليه، بتعطي نوع من الجمال وبتجعل لفة الهدايا أكثر تميزاً. بداية قمنا بقص ورقة الهدايا بشكل يكون يتناسب مع حجم الصندوق أو حجم الهدية التي نريد أن نلفها. طبعاً مثل ما أنتم ملاحظين في عنا مسافة تركناها حول الصندوق حتى أنه نستطيع أنه نلف الزوايا والجوانب للصندوق بشكل جيد. طبعاً يجب أن يكون عندي خطة لعملية اللف، وهي أني أحدد الشكل اللي بدي ألف في هذا الصندوق. طبعاً الخطة هي أنه نكون في عنا كل عملية اللصق تكون في النهاية على طرف الصندوق، واللي حنستخدم في النهاية ريبونات حتكون بشكل متعامد في المنطقتين الظاهرتين أمامنا. بداية وباستخدام أي نوع لاصق حنقوم بلصق الطرف العلوي لورق اللف. نقوم بتثبيتها بشكل جيد حتى ما تتحرك من مكانها. باستخدام السيليكون حنضع على طرف الصندوق كمية كافية، ثم سنقوم بلف الورقة بالكامل مع شدها. باتجاه المقص مثل ما احنا ملاحظين في عندي كمية زائدة من الورق، طبعا هاي الكمية لا نرغب في قصها لكن حنستخدمها في عمل بعض الأشكال الجميلة. حنستخدم السيليكون مرة ثانية، حنقوم بطي الورقة بهذا الاتجاه. نقوم بطي الورقة بالاتجاه الآخر مرة أخرى، لكن هاي المرة بدنا نترك مسافة صغيرة. قليل من السيليكون ونقوم بلصقها. حنلصقها من الداخل. تبقى منها نقوم بطي باتجاه الداخل.
مثل ما انتم ملاحظين لفينا الجهة واحد الجوانب بهذا الشكل. الان سنتعلم كيفية اللف بهذه الطريقة المرتبة. بداية حنقوم بثني طرف الورقة الى الداخل وعمل مثلث بهذا الجانب بنفس الطريقة على الجهة الاخرى. بعدها حنقوم بلصق الجزء الداخلي باستخدام اللاصق العادي. بعدها حنقوم بعملية ثني للجزء الأول باتجاه الداخل. طبعا حنلصقه في هاي المرحلة باستخدام السيليكون. نلصق الطرف الآخر بنفس الطريقة. أما ما تبقى فهنجلب باتجاه الداخل. والآن هنحاول نعمل خط ما بين النقطتين المتقاطعتين هنا. قد نضطر إلى قص جزء من الورقة لكن ما نقص كثير. ما تبقى حنقوم بثني باتجاه الداخل. فنأخذ النقطة الأولى والنقطة الثانية في النهاية باستخدام السيليكون نقوم بتثبيت المنطقة بالكامل. هذا هو الشكل النهائي للعلبة. طبعا باستخدام الريبونات حنعمل لها شكل جديد ونطفي عليها ألوان كثيرة. بالتأكيد بإمكاننا نستخدم أي لون ريبون لأنه اللون الأبيض تقريبا هو لون محايد ويتلائم مع كافة الألوان. الآن مثل ما أنتم ملاحظين وضعنا الريبون في أسفل الصندوق وحنقوم الآن بلفه مع الزاوية الخارجية للشكل اللي قمنا بثنيه مسبقا. نحدد مكان أو نقطة التقاء الريبون. طبعا احنا بدنا نحدد انه الريبون الآخر بده يكون متقاطع في هاي النقطة، فإذا لو بدنا نلصق هذا الجزء حنلصقه في هاي الزاوية. طبعا نقربه قدر الإمكان من الآن. حنشد باقي الريبون باتجاه الأعلى وهنا سنقوم ب تثبيته. طبعا السيليكون ساخن فممكن ان نستعين بالمقص حتى نثبت الريبون. هنيجي للريبون الاخر طبعا حنضعه اسفل الصندوق. الآن حنقوم بلصق ريبون آخر وهو الريبون باللون الفضي فوق الريبون الأحمر وفي منتصف المسافة. طبعا قمنا بلصق الجزء الأول منه والآن حنجذب الجزء الآخر ونقوم أيضا بلصقه ما فوق الجزء الأول. طبعا هذا هو الشكل النهائي بعد ما وضعنا جميع الريبونات والأشرطة. طبعا بإمكاننا إنه نغطي هذه المنطقة إما بورود مجففة أو ممكن استخدام الريبونات لعمل وردة كبيرة كهذه الظاهرة أمامنا. بنقوم بتثبيتها باستخدام السيليكون ووضع كمية مناسبة. لصقها هنا. نتركها حتى تجف. هذا هو الشكل النهائي لصندوق الهدايا. نتمنى أن يكون على إعجابكم وبنحب نحييكم ونقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.